السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الأعزاء أينما كنتم في موعد جديد متجدد مع حلقة جديدة من برنامجكم الشهري جزيرة النجوم، مع نجم جديد ينزل ضيفا علينا اليوم في جزيرة النجوم. نجمنا أطلق صرخته الأولى مع مطلع أول أيام 59 على مشارف مدينة مترامية الأطراف بين حقول الزيتون الخضراء وزرقة المحيط الأطلسي. طبيعة خلابة سلبت عقل الفتى السلوي ووهبته حبا يعيش معه في حلمه وترحاله أينما أخذه قطار الحياة. أشوف الدنيا هكذا دايزة. مر القطار سريعا عبر محطات غرب شراردة بن حسين، سيدي قاسم، القنيطرة وغيرها من ربوع شمال غرب المغرب، المطل على مدينة الزيت والزيتون مكناس، والتي ينحدر منها سي محمد الذي اختار أن يكون مقاولا في السكك الحديدية ليعيل أبناءه الأربعة. كان يحيطهم بحبه الكبير ويشجعهم على الرياضة منذ الصغر لينشئ صبية على حب الساحرة المستديرة، غير أن ثاني أولاده سحرته خشبات المرمى أكثر من دحرجة الكرة الصغيرة على البساط الأخضر. ابن البادية المقاول المجتهد لم يكن يدرك أن قطار الحياة يمر أسرع من قطار المدينة بكثير ليفارق الدنيا في يوم من أيام 67 ويترك وراءه حملا ثقيلا حملت وزره سيدة عظيمة اسمها أمينة. أمينة زرعت في أبنائها شموخ جبال الأطلس المتوسط حيث مدينتها البربرية الأم مريرت. دفعتها ظروف الحياة بعد وفاة زوجها إلى مغادرة مزرعة العائلة في بوقنادل بضواحي سلا لأكثر من مرة قبل أن يستقر بها المطاف في المدينة بحي تبريكت، حيث وجد الفتى سلاوي ضالته في عائلته الثانية جمعية سلا، فاحتضنه رجالها كجبلي وبعبيد ولعلو ابنا بارا ومطيعا. ومرت الأيام ليشتد عود الفتى سلاوي ويقرر رغم معارضة الوالدة الانتقال لعائلة جديدة في الدار البيضاء، فكانت أبواب الوداد مفتوحة على مصراعيها لساحر الألباب الصغير، فكبر وكبر معه حلم حراسة عرين أسود الأطلس. ملك أسود الأطلس لطالما حكم في المدينة البيضاء قبل أن يزهر بصوت عال في أدغال المكسيك ويتربع بعدها على عرش جزيرة من أجمل جزر البليار مايوركا، منتزعا تاج ملوك الفاندال والمور والأراغون. ربما أدركتم أن ضيف الليلة هو من حقق حلم أسود الأطلس وكان خير سفير للمغرب أينما حل ليشرفنا بحضوره في جزيرة النجوم، ونستقبل معا الحارس الأمين الزكي بادو اللي دابا يجي. We'll be right back.
أهلا بك كابتن، أهلا بك كابتن، مرحبا بك، سعداء باستقبالك في برنامج جزيرة النجوم وفي استديوهات الجزيرة الرياضية. تفضل كابتن. تفضل، أهلا وسهلا بك، مرحبا. سعداء باستقبالك كابتن في جزيرة النجوم.